السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم معنا ضيف جديد و تري تري انتريسون، غادي يفيدنا بالتجربه ديالو كما شفتوا لو تيتر في اف تي ام او. اف تي ام او معروفه سي شون انتربريز اللي كتعاون الناس اللي كيدوزوا ان تيست يكونوا كيتسموا فوند تويترز، يعني كيعطيهم الفلوس هما يتريدوا بهم ياخذوا الارباح ديالهم من دوك الفلوس اللي ماشي ديالهم، يعني ما كتريسكي حتى شي حاجه ديالك، يعني كلشي ديالهم هما. سي علي بارمي لي بروميير ماروكان اللي نجح داك لو تيست، اليوم قبل باش يشارك معنا التجربه ديالو يعطيكم النصائح، وكاوزا نتوما كنتو باغيين دوزوا هذا لو تيست، باغيين نتوما يكون عندكم ان كابيتال واخا ما عندكمش تربحوه وتداولوا وفوالا تبداو في هاد لا كارير هادي. ان شاء الله غادي نشوفوا هادشي كامل مع خويا علي، غادي يفسرنا كلشي اون ديتاي من بعد الفاصل الاشهاري. سي علي ميرسي بوكو حيتاش قبلتي لافيتاسيون ديالنا. الله يحفظك، ميرسي بوكو خويا امير، ميرسي بو لا دوموند، ميرسي على الكونتوني اللي كتحط، صافي فريمون بليزير، فريمون بليزير نكون معاك اليوم في لا فيديو. نحاولوا نبارطاجيو الماكسيموم دافورماسيون كوم سا بنادم يعرف الدومين كومون سا مارش. شحال في عمرك؟ عندي 21 عام. علاش سولتك السؤال؟ باش يعرفوا بان سواء كانت عندك 18 19 عام 20 عام راه ممكن تجيب هذا التشالنج، ما خاصكش شي قرايه او شي دراسه معينه باش تنجح هادشي، كاين ولا ما كايناش؟ كاينه، ساشون كو انا عمري، اسمح لي اخويا امير، ساشون كو انا عمري زعما كنت زعما سويت شي كورسيس نتاع الماناجمنت ولا ليكونومي ولا شي حاجه، حيت بزاف الناس كيتسحب لهم بالله باش زعما تكون ان تريدر اللي رونطابل خصك تكون سويفي واحد الكورسيس ليكونومي ولا ماناجمنت ولا تكون قاري الكونطابيليتي ولا شي حاجه، شوز كي ني با فري. تريدينغ شحال انت هذه باش بادي؟ شحال انت كتداول؟ قول تقريبا هذه واحد 5 سنين باش بدي، باش عرفت التريدينغ. خديت 3 سنين دي فورماسيون قبل ما زعما قبل ما نبدا في التريدينغ، شي 3 سنين تاع الفورماسيون وانا كنقلب على لي فورماسيون وكنحاول نديفلوبا. صافي ماتنو واحد 2 اون ولا 1 اون ادمي اللي بديت كنتريدي فريمون، كنتريدي يعني فلوس ريال. اوكي دونك بديتي بالفلوس ديالك، كيف بدينا كاملين ب 500 400 يورو يا ابري، كيف جاتك الفكره باش تبدا في اف تي ام او ودوز لو تيست وتنجح فيه؟ واش بريباريتي؟ المهم بريفمون قولي شنو، كيفاش جاتك الفكره؟ داكور، كيفاش جات الفكره؟ كيف ما قلتي واحد الحاجه مهمه اخي امير في البدايه، قلتي انه اف تي ام او كتعطيك فلوس اللي ما كاتش ماشي ديالك، يعني توا تو ريسك ريان. وحنا كاملين اون طونك تريدر كنعرفوا بلا ما كاينش ديما البروفيت، يعني ماشي ديما غتكون، ماشي ديما غتكون رونطابل، يعني كاين دي فوا اللي غتقدر تخسر. واذا كانت كابيتال ديالك فاش كتخسر بسيكيكمون بارلون كتانفيكتا، ولا بسيشيك لو تريدينغ سي تري امبورطون، واحد لو بوين لي بنان كي نيجليجي و سي تري امبورطون. دابا اف تي ام او يل ما دوني واحد لا بوسيبيليتي تاع انه واخا نخسر واخا نخسر ان مونطون، بسيشيكمون بارلون راني باقي جو تيان لو كو. كتقول ماشي ديالي. كتقول ماشي ديالك، ساشون او بلوس انه فاش كيكونوا فلوسك بيان سور نتا عاد بادي مايمكنش غديبوزي كابيتال كبير، يعني مثلا الا مشيتي خسرتي في بوزيسيون 100 اورو ولا 100 ولا 200 اورو فريمون كتحطم فريمون الكابيتال ديالك، كتقدر تنقصها ب 50%. واخا بالنسبه للناس اللي ما عارفينش اف تي ام او، عالي الا قدرتي عافاك انت تفسرها لنا بغيابمو، شنو هي اف تي ام او وشنو كدير؟ اش كدير باش نهضروا بغيابمو الدراري بواحد لونغاج لي سامبل؟ اف تي ام او هي واحد الشركه اللي كتعطيك الفرصه باش انك دوز واحد تشالنج، ابري ديريكتومون كتعطيك واحد الكونط، كتبدا معاهم الخدمه، يعني واحد الشركه اللي كما كنقولوا كتعطيك واحد الكابيتال الا كان عندك ان سافوار فير، كتعطيك واحد الكابيتال تريدي الا كان عندك ان سافوار فير في لو تريدينغ. واخا شحال كتربح منه داك الكابيتال اللي بقيتي كتربح منه؟ شحال كيعطيوك نسبه الارباح ديالك؟ نسبة الارباح ديالي كتكون 80% من البروفيت اللي دخلت اللي جينيريت ديرون لو مو ديالك. هما كياخذوا غير 20%؟ هما غير 20% وي. اوكي دونك انت اختاريتي يعني بحال اللي غدوز لنيفو جديد، ما تبقاش خدام غير بلي كابيتال ديالك اللي تيكون صغير بيان سور، وقلتي غنحاول نجيب كابيتال كبير، دونك طاحت لك الفكره اف تي ام او دوز سي تشالنج. دونك انا عارف كاين بزاف لي تيب دو كونط، شحال كاين من كونط وشنو هو الكونط اللي اختاريتي نتايا؟ كاين كونط نتاع 10000 دولار، كاين كونط نتاع 20000 دولار، كاين كونط نتاع 50000 دولار، كاين كونط نتاع 100000 دولار، وكاين كونط نتاع 200000 دولار. يعني خمسه ديال الكونط ديزون. انا اختاريت الكونط بيان سور حيت علاش؟ فاش كدير هاد التشالنج كاين عندك واحد لوبجيكتيف من مورا تحاول تبارطاجيه مع بنادم، وحنا كيما دي زيتيديون اكسيتيرا صعيب باش توفر واحد الفلوس اللي غتحطها في واحد التشالنج ساسون كي ما راكش عارف واش غتجيب ولا لا. اييه انا بيان داكور اخويا امير. بيان سور انا التشالنج اللي خديته هو تاع 10000 كان كيدير 155 اورو.
هو اللي خديته، وهو اللي هو اللي خديته ودوس لي فاز ديالي الحمد لله، وجاب الله التيسير. ما رجعتي فيه ليش ما سقطتي فيه ما والو؟ لا بيان سور، المره الاولى عاودت اون فوا، بصح عاودت اون فوا. علاش؟ وي انا نقول لك علاش. عاودت اون فوا ما كنتش ما حيتاش ما فهمتش مزيان شنو هي، وداك الشيء اللي كنت كنشرح للدراري هي ديك 500 ديلي لوس، ديك 500 ديلي لوس شنو هي؟ هي مثلا نعطيك مثال، مثلا انا جينيريت مثلا في الكونت نتاع 10000 كا، جينيريت مثلا 2000، جينيريت 2000 ديال البروفيت، هما على اساس هما طالبين منك 1000 بروفيت ياك. الا مشيتي هبطتي ل 1500 خسرتي تشالنج، درتي اون بيرت نتاع 500 ميم سي انت كنتي في البروفيت، عرفت فهمت البلان؟ فهمت كويس. يعني 500 ماشي من 500 ماشي من الكابيتال دو باز، 500 من الكابيتال اللي وصلتي لها انت، يعني لا جو مثلا بونس من الكابيتال دو باس بلوس البروفي واقيلا اكزاكتومون جوج هذيك لي دو. شوز اللي ما كنتش انا عارفه، اللي ما رديتهاش. دونك اون فوا دخلتي في الربح بقيتي كتقول غير ريسكي ما كاينش اشكال راه غير الربح هذاك. فهمتي صافي غادي. الصراحه ما كنتش كنريسكي، انا الهدف ديالي كان هو نسالي ديك 10 داك لوبجيكتيف نتاع 10 دايز، فهمتي؟ حيت هما كيقول لك اوبجيكتيف نتاع 10 دايز. وليني واش عاود تخلص 155 يورو؟ كتعاود اشاك فوا كتفيولي لي زوبجيكتيف كتعاود تخلص. دونك دوز الشيء هذاك وجبتي فيه ربحتي ديال ديكا. دابا حاليا عطيناك الكونت ديال ديكا، اش راك غنخليكم يو كابتشر ديك خو هنايا ولا هنا باش تشوفوها. شنو هما عافاك لي كونديسيون باش تقبل و لي فاز اللي كاينين بريفمون باش دوز ام تي ام؟ لي كونديسيون باش تقبل في الكونت نتاع 10 كا، اول حاجه خصك او موان تريدي 10 ايام، سافو دير 10 ايام يعني ديورون 10 ايام خصك تلونسي بوزيسيون، با امبورت يكونوا متابعين ولا ما يكونوش متابعين، المهم 10 ايام يعني خص 10 ديال البوزيسيون في نهايه مختلفه. هذه اول كونديسيون. كونديسيون الزوجه هو في النهار ما خصكش دير بيرت نتاع 500، يعني ما تفوتش 500 دولار ما تفوتش 500. وكاين واحد الحاجه مهمه خويا امير اللي ما كنتش عارفها حتى انا في الاول، هو فاش كيقول لك الديلي لوس 500 ماشي ستوب لوس، ماشي قصدك ستوب لوس، الايكوايتي ديالك تهبط ب 500. دونك داك لي بوزيشن اللي مفتوحين. مثلا الا كنت في واحد البوزيشن ميم سي هبطات ب 500 ودارت كوريكسيون وطلعت وضربات البروفيت خسرتي التشالنج. داك سي ميم با لا بيرت، غير مشيت غير خساره، غير تكون عندك موان 580 تما. اكزاكتومون هذه هذه فرمي ملي كتفي ملي كتفيولي مثلا شي قاعده بحال هكا، واش كيتحبس اوتوماتيكمون اولا هما كيسيطو لك ميل ولا شي حاجه؟ لا كيتحبس كيتحبس اوتوماتيكمون، حيت هو اصلا هذا كيكون فيرتوال، التشالنج اللي كيعطيوه في الفيرتوال كيكون فيرتوال، يعني صافي فاش كتدخل الكونت ديالك في اف تي ام او كيقول لك اودي راه اكسيد، يعني راك فيوليتي هذا. وي فهمت. وكيقول لك كونتاكتي سيبور. شنو اخر في لي كونديسيون قلت؟ وعندك 1000 اورو ما تخسرهاش منين تبدا التريدينغ، يعني ماشي بالدايلي، هذاك الدايلي لوس 500 قلنا 500 مجموع مجموع 1000 اورو منين تبدا التريدينغ، يعني مثلا الا وصلتي مثلا في الريال درتي 20000 كا مثلا، الا نقصتي ب 1000 اورو هزيك الماء. فهمتي؟ وفوالا هادو هما لي كونديسيون اللي كاينين في التشالنج. الربح الفاز الاولى كتكون 1000 اورو، الفاز الجوجه كتكون 500. دونك كاين دو فاز، كاين جوج ديال لي فاز، كاينه فاز الاولى والثانيه. شنو الفرق ملي كتجيب الاولى شنو كدير في الثانيه؟ يعني شنو الفرق بيناتهم؟ باش الحاجه اون فوا كتجيب الاولى، كتجيب الاولى الا مثلا جبتيها كما نقولوا بحال مثلا في البدايه. عطيني شوف ما تقوليش كما نقولوا، عطيني لوكا ديالك انت الفاز الاولى شنو درتي فيها؟ الفاز الاولى مثلا، الفاز الاولى انا فاش جبتها كنت جبتها في لو ميم جور، يعني كنت جبتها في الصباح في لو ميم جور سيرتولي الكونت الزوج البارتي ديال فيريفيكاسيون، حيت الكونت الاول والكونت الزوج كونت تاع البارتي الاولى والكونت البارتي الزوجه سي با لو ميم، كيكونوا دو كونت مختلفين. خديتي كونت بعصر هكا وفي نهار واحد ساليتي هذا؟ لا ماشي في نهار واحد، يعني خصك او موان 10 ايام. الا مثلا ما حققتيش ديك لي كونت، واخا تجيب في نهار واحد 1000 بروفيت، الا ما حققتيش كاع دوك لي كونت، ما حققتيش ديك 10 ايام تاع دي تريدينغ ما يعطيوكش الكونت الاخر. انا في الفاز الاولى كما قلت لك اخي امير جبت اون فوا قصت 1000 قصت البروفيت اللي طالبين مني صافي، بقيت كنمشي هبط اللوط في الاول كنت كنخدم باللوط كبير، هبط اللوط 0.01 وبقيت كنلونسي بوزيسيون غير باش نكمل ديك لوبجيكتيف الاول نتاع خصني نكمل 10 ايام في تريدينغ. دونك درتي تقريبا واحد، فهمت؟ درتي تقريبا واحد 1000 تقريبا فتيها شويه. جبتها قد وشحال دلوز ماكسيموم دلوز درتي؟ ما عقلتش، مي هذا الشيء كاين في الفيديو اللي داير في يوتيوب.
كاين هكا داخل الكونت ديالي كنذكروا بان بتمنى. علي راه داير اون شان يوتيوب تيفسر فيها هادشي ديال اف تي ام او، ما عندوش كونتوني بزاف مي غادي كيوعدكم غادي يزيد يكثر في هادشي باش يوصلكم الفكره اكثر. الهدف من هاد الفيديو هو نعرفكم عليه، وانتم ديك الساعات عطيوه في لي كومونتير قولوا له شنو تبغيو تشوفوا، هو غادي يحاول يفسر لكم اكثر. وانتش علي عاون الدراري يدوزو تما تشالنج، عطيوهم لي تكنيك، عطيوهم لي استراتيجي، فهمتيني؟ بيان سور افيك غران بليزير. صيفطوا لي ميساج انستغرام شو اكتيف افيك غران بليزير. صافي دونك دوزي لافاز الاولى نجحتي فيها، مراد سي لافاز الثانيه. دونك شنو المطلوب في لافاز الثانيه؟ لافاز الثانيه خويا امير كيبقاو لي ميم كونديسيون اللي قلنا في الاول، جوست البروفيت اللي كاين 1000 اورو كيولي 500. واللوس شحال عندك فيها ماكسيموم باللوس فاز الثانيه؟ الماكس اكزاكتومون لي ميم زوبجيكتيف، ماكسيموم باللوس في النهار 500 والماكسيموم اون جينيرال 1000. ولي لو ما لي لو ما تيكونوش فيكسي، زعما اي لو تحمد خرجي لي لو ما كاينش مشكل. لا مش بحال ما تقدر، راك عارف اخويا امير انت فاش كتريدي مثلا، فاش كتكون مثلا عندك 10000 اورو ما تقدرش تفوت، ما تقدرش مثلا تريدي بدو لوط نتاع جوج ولا واحد. في التوتال ديال اللوط سايز اللي غادي تخدم فيهم كاملين في ديك 10 ايام. ما لا نو المهم داكور. بالنسبه للافاز دو شحال فيها ديال الوقت النهار؟ نورمالمون في التشالنج في اللافاز الاولى كيعطيوك شهر، شهر ولا دو موا ما عقلتش مزيان. قلتي لي 10 ايام اللافاز الاولى دي جوغ. لا مي فاش مثلا بحال اليوم انا خلصت، اليوم انا خلصت التشالنج ياك كيعطوني المهله نتاع الشهر باش نحقق داك التشالنج. مي الا حققتيه في 10 ايام مينيموم 10 ايام، يعني الا كنتي مجهد ودرتي دوزتي ودرتي خصك مينيموم 10 ايام. فرضوا بان احنا 10 ايام الاولى حققنا 10 ايام الاولى حققنا الفاز الاولى، الفاز الثانيه شنو تيقول لك شحال الوقت؟ 10 ايام حتى هي، حتى هي 10 ايام تقريبا 20 يوم. اوكي ابخي ديك 20 جور دابا حنا دسي لا فاز 2، ديك 20 جور شنو كيجيك شنو تيطرا في ديك 20 جور؟ انا الحمد لله انا دوزت في 20 جور يعني ما احتاجيتش اكثر. كنت عقلت دوزت بالجمعه بيان سور، الجمعه ما خدامين السبت لحد الويكاند. اثنين ان شاء الله اثنين صيفطوا لي الكونطرا، صيفطوا لي ميل كوم كوا فيليسيتوني اكسيتيرا، نقدروا نبارطاجيو لي سكرين الا بغيتي ما عنديش مشكل. المهم صيفطوا لي كوم كوا راه زعما بيان فينو اكسيتيرا اكسيتيرا، وصيفطوا لي الكونطرا. فاش كيصيفطوا لك الكونطرا كتاكسبتي، كدير دوك جي ال يو اي اكسبتي زعما كوم كوا راك كتقرا لي كلوز اكسيتيرا، حيت ستاشون كيفاش كتاخد انت الكونط راه كيبقاو دوك لي كونديسيون اللي هضرنا عليهم في الاول. انت ما خصكش تخسر اكثر من 500 وما خصكش تخسر اكثر من 1000 ديرون زعما لو دو تشالنج، فهمتي؟ هذاك الشيء كيبقى. ولا خسرتي حيدوا لك الكونط. خسرتي كيحيدوا لك الكونط، وكتقول البروفيت ما كيبقاش، البروفيت ما كتبقاش ديك ميل، يعني كشحال ما دخلتي في البروفيت بروفيت فهمتيني. فوالا اون فوا كيصيفطوا لك الكونطرا كتسني معاهم الكونطرا اكسيتيرا، كيصيفطوا لك الكونط ديالك ريال. والمشكل البلان اللي في الشكل عندهم هو انه فاش كيصيفطوا لك الكونط فاش كتدخلوا في ميتا تريدر كتبقى تبان لك الفوق ديمو، ما كاين زعما ما كيبانلكش راه كونط ريال، كيما فاش مثلا كتدخل فلوس كتبان لك ديك ريال بالصفر. كيبقى كونط ديمو بالخضر. مي انا جو بونس كو كيليوه مع دي سيرفور ديالهم اللي مليين دي كونط فريمون لي ريال، وداك الشيء اللي كتبقى دير بحال شكل الاوتو كوبي سوا ديالهم فهمتيني. كيكون عندهم واحد التراكر واحد السويفر، فاش كيشوفوا بلا شي كونط بارمي دوك لي كونط اللي في الديمو اللي مليين السيرفر في الديمو كيشوفوا فيولا لي زوبجيكتيف كيحبسوا لهم الكونط. سي سون دي فري كونط اللي مليين لواحد السيرفر، بصح الكونط اللي كتاخذو انت ما كيكونش فري، كيكون ملي كيكون بحال الاوتو كيكون ماستر، كيكون كونط ماستر ياك. ما غاديش يعطيوك المود باس وكذا نتاع شي واحد اللي مانفيستي مثلا 100000. وي فهمتك. وي كيعطيوك كونط ديمو، وداك الكونط ديمو كيليوه لدي كونط بلا زعما بلو ميم فوليوم، يعني مثلا انت كان خديتي تشانج 10 هكا كيليوه الان كونط اللي فريم اللي افيك دي 10 هكا. وي فهمت. اوكي فوالا في 10 هكا داكشي اللي كتبقى ديرو كيبقى يديرو عنده. اوكي دونك ابخي سنيتي الكونطرا شحال خطات الوقت باش يعطيوك الكونط هذا؟ باش زين هذا هو لافونتاج تاع الاف تي ام او. تمتم ميم با واحد 3 اور 2 اور في لا ميم جورني خديت الكونط ديالي. باش حسيتي ملي عطاوك الكونط في هذيك؟ كتبان لك اخويا امير بالله راك يعني راك غادي فواحد الطريق اللي مزيانه، كيبقاو يبانوا لك دي زوبجيكتيف كبار، كتولي كتشوف كبير. هادي شحال باش دوزتي هاد التشالنج؟ تقريبا واحد امو شي حاجه. دونك تريديتي في الكونط غير اللي عطاوك؟ وي تريديت بالكونط غير. خرجتي؟ وي خرجت في 3 جور. حيتاش علاش؟ حيتاش انا ما كنتش عارف اخويا امير كما قلتي راه ما كاينينش فيديوهات بزاف في يوتيوب على هذا الشيء اكسيتيرا، وقلت صافي راه ريان باش ندخل واحد المونطون اللي كبير وفاش ممكن نخرج ما نقدرش نخرج. هي هذيك لعبت بوزيسيون واحد البوزيسيون الاولى جينيريت واحد 300 دولار دومونديت تري ديال كيسيون جاتني في بالي. لا بلاتفورم اللي كتخدموا فيها واش ميتا تريدر؟
وي اكزاكتومون ميتا تريدر اللي كنخدم فيه. الاربعه ولا الخمسه؟ اون فيت تقدر دير بجوج فاش كتكون كتختار لي لي كونديسيون كيعطيوك واش تختار خمسه ولا اربعه. انت كتختار. انا كنخدم بالاربعه. فيهم كاع لي مارشي الكريبتو لي زاكسيون لي زانديس كلشي ممكن تريد. كاين الكريبتو كاين انديس كاين الفوركس كاين ميم الفيوتشر اللي ما كاينينش لحد الان زعما. انا باغي ندير التجربه هذه ويني ماشي راه ما كتيقش بان بنادم ممكن يعطيك فلوس تريدي وتربح منها. راه هذا زعما هو طوب ديال الاحلام ديال شي واحد ما عندوش فلوس وكيتريدي واني ممكن شي واحد يعطيه فلوس لكن انت معلم ممكن تريدي يعني. لا بصح خويا امير واحد الحاجه اللي ما خصكش تنساها هو راه ماشي كيعطيو الفلوس لاي واحد. هذا اللي كيربح تشالنج ورا تقدرش لاميري وليني انت حتى ان انفستيسمون بور كما قلت لك فاش كيشدوا واحد مثلا كيشدوني انا وكيشدوا واحد اخر اللي زعما ان تريدر بروف يعني كيجينيري دي رونطابل كيجينيري دي بروفيت كيشدوا واحد تريدر اخر كيديو معايا 20 ومع هذيك 20 ومع هذاك 20 صافي ممكن خويا امير فاش كتدخل مثلا انت فاش انا مثلا كتربح تشالنج كيعطيوك واحد لاكسيل واحد لي ريونيون كيكونوا دي ريونيون. المهم هادشي اللي غنسولك عليها واش كاين ديكور فيها كاين دي ريونيون واش كاينين دي ريونيون دي سيسيون كتانسكري في دي سيسيون كتدخل دوك لي سيسيون كتسمع شنو كيتقال اكسيتيرا. مي المشكل هو بلونغلي كيكون داكشي يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع لونغلي غيقدو يلقاو مشكل. و اون بليس كيكون واحد الطابل بور نتاع الناس لي زوتر تريدر افيك لي يعني كيما لي زوتر كونت افيك شحال جينيرا في النهار. فاش كتدخل في امير وكتشوف شحال بنادم كيجينيرا في النهار كتعرف علاش اف تي ام او دايره هاد التشالنج علاش كتعطيك الفلوس. وي فهمتك. شنو لا استراتيجي اللي كتخدم بها انت علي باش كتربح؟ هذه كيسيون مزيانه اخويا امير. بنادم اللي ما كيتيقش الدراري انا شوي با دو جون اللي كيخدم لي زانديكاتور وداك الار اس اي والستوكاستيك وداكشي. انا شوي با دو جون انا شوي دو جون اللي كيشوف الجراف كيحاول يشوف الهيستوريك ديال المارشي شنو كيدير و اوتوماتيكمون فاش كتحاول تشوف كاع الهيستوريك ديال المارشي وبوس كان علاش شوي كونسونطري في المارشي ديال الجول حيت دابا بحال اللي وليت فاميلياريزي مع اخويا امير. يعني في المارشي كيسوي في واحد الكي ليفلز يعني واحد الكي ليفلز كيسوي فيهم ديرون زعما الاخر ديال دو كونتا. ملي كتشوف المارشي كتعرف فين كيقدر يستاغنا فين كيقدر الى كاسا فين واش غيطلع واش غيهبط. انا شوي كان اللي كيستعمل فريمون 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 لاناليز بيرمون تكنيك. انت خويا امير فاش كتكثر لي زانديكاتور في الجراف اكسيتيرا راه انت كتخرب ما كتعرف واش راك تشوف الكاندلز واش راك تشوف الموفين افيرج واش راك تشوف. فهمت؟ وي وي فهمت. حتى انا من النوع اللي كيخلي الشارت ديالو بازيك يعني سوبور ريزيستانس الفوليوم والكاندلز وهاك الشيء اللي كاين زعما وراه هذا هو الاساس. هذا هو الاساس. هذا الشيء اللي قلتي هو باش كنخدم. هذا الشيء اللي قلتي فوليوم مشكله بنادم ما كيتيقش تيرمون تيبان له صارت سامبل ما فيه لا انديكاتور ما فيه لا تخربيق لا ما عرفش شنو سميتو كيقول راه هذا تيخور ما عارفش هذه ما داكش راه ما تيصلحش. انا بالعكس انا كيجيني بنادم اللي كيكثر لي زانديكاتور كثر غير باش يكثر الالوان ويتصور فهمتي يتصور زعما ولا هذا والله حتى حنا حتى ديك لي طاب اخويا امير فهمتي حنا كنا كثروا كنا نستخدموا 14 الانديكاتور في لي زانديكاتور تزيد ترسم وكذا مي صرا ليا ما كداكش اللي كيخرج. تقدر تقول لنا واش التشالنج صعيب ولا سهل زعما اللي بغى شي واحد يزهم؟ بجوج اخويا امير. تشالنج صعيب وسهل خصك تعرف كيفاش تجاري. خصك تشالنج ماشي ما خصكش تمشي بديك المونطاليتي نتاع باغي تربح فلوس. خصك تمشي بالمونطاليتي نتاع باغي تربح تشالنج يعني خصك تعطيهم داكشي اللي بغاو منك وما تحاولش تزيد اكثر من يعني بحال مثلا توصل للميل ما تقولش ودي انا راه بغيت ما عرفت شنو ندير وكذا ونستق باغي تلعب واحد البوزيسيون يقلب عليك الماتش تستق خاطر كلش. حقق لهم لي كونديسيون وريح النهار ما تفوتش شحال طالبين منك تلونسي 10 ايام ديال بوزيسيون خو انا كنا لونسي 10 لونسي وحده باردون علاش غنمشي لونسي ثلاثه وكذا ولا ريسك نقيس 500 مو 500 ديلي لونس واش فهمتيني. خصك تمشي استراتيجيك حاجه واحد الفكره دابا واحد السؤال هو تيقول لك دير 1000 بروفي الا درتي مثلا 500 ولا 600 كتفشل ما درتش 500 600 كيبقى تشالنج خدام دونك ضروري خصك توصل لها. خصك توصل لها سينو ما كتسماش فاليديتي تشالنج. اوكي باش نعرف داكور. وكنظن اخويا علي زعما راه هضرنا على بزاف د الحوايج وعلى كلشي ما نتلفوش بنادم يلاه يفهموا هادشي و ما تنساوش تمشيو لاشين د علي يعطيكم تما كديطي اكثر يوريكم اكثر في ليكرون بزاف د الحوايج. حاول دير لهم كيفاش يتقيدوا كيفاش يديروا زعما اكومبانيهم كاع فكره عطاك فكره حاول دير ان تشالنج لايف علي زوينه وما عمر شي واحد دارها ان شاء الله جديد تري انتريسون اخويا امير اللي كنفكر نديرها ان شاء الله
غير واش هو البروبليماتيك هو الوقت. وقت فهمتك. المهم تتلقى الوقت ما ايدي زوينه صراحه. مثلا الا خديت مثلا ان كونجي ولا شي حاجه نقدر نديرو في كونجي مثلا تاع 3 سيمين ولا او موا لا بارتي الاولى مثلا او موا لا بارتي ديال فيريفيكيشن بنادم يشوف كيفاش كتعامل مع لي غراف كيفاش كدير الاناليز سي زعما بارمي لي زوبجيكتيف اللي كنفكر ندير ان شاء الله. مزيان مزيان تبارك الله عليك اخويا علي. مزيد من التوفيق ان شاء الله عقبال الكونت ديال 100K 200K ان شاء الله. الله يسهل على الجميع. واحد الحاجه خويا انا قبل ما ننسى، علاش كاين واحد السؤال هو علاش بديت ب 10K؟ كاين بنادم اللي غادي يمشي بريسيبيتي ويقول لك لا خويا انا بغيت نشري نتاع 100K ساشون كو الدراري راه فاش كتاخذ تشالنج اوني با سيور انه غتاخذو. ميم سي تكون مجهد في التريدينغ راه دي فوا كيكونوا دي فو سينيو كيكونوا بزاف الحوايج المارشي كيدير شي حاجه اللي ما يمكنش تشري في المارشي الجولد حيت المارشي فولاتيل. دراري انا اللي كنصحكم هذه واحد النصيحه مني جو بونس كو امير غيكون حتى هو داكور، خذوا ديكا ودوك الفلوس اللي غتجينيرو بالديكا عاودوا انفيستيهم في التشالنج فوالا وفي الفانكا واللي عاود انفيستي في 50 وانت غادي وما كتحطش انا براسي نبغي نبداها نبدا بس راك علاش غنحط انا شي حاجه اللي ما متاكدش منها اصلا واش غنجيبها. اللهم ناخذ لي رخيصه والحاجه المزيانه اللي كاينه في الاف تي ام او هو مثلا الا خديتي لي كونت كاملين كتقدر تفيزيونيهم في كونت واحد. هذه حاجه مهمه. والحاجه اللي مهمه اكثر 4 موا الا كنتي رونطابل وفتي وديفلوبيتي الكابيتال ديالك جو بونس ب 10% في 4 موا كيزيدوا لك كيطلعوا لك الكابيتال. كيطلعوا لك راس المال ما كيطلعوا لك يعني تقدر توصل لدوك لي كونط بلا ما تدوز التشالنج ديالهم. اكزاكتومون مي غتاخذ شويه الوقت كل 4 موا عاد كيشوفوا داك الشيء عاد كيقدروا يطلعوا الكونط كيديفلوبو. نصيحه زوينه شكرا اخويا علي. دونك تشوفوا في لاشين ديالو ان شاء الله. كاتكم دي كيسيون خلوهم لي كومونتير. كنظن الفيديو تكون عجبتكم دونك لايكيوها وبارطاجيوها باش كلشي يستافد كلشي يدخل العلاقه. هذا ما كان، نشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله. خويا علي شكرا بزاف. ميرسي ميرسي خويا علي نديروها افيك غون بليزير. الله يوفق الجميع تهلاو في راسكم. تشاو.